أهلا بكم متابعينا في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة. مؤخرا عاد القلق من جديد بشأن فيروس كورونا ومتحوراته، خاصة بعدما ظهرت إصابات بالمتحور الجديد إيريس، واللي قال المختصون إنه أسرع انتشارا مقارنة بأي متحور سابق لفيروس كورونا. ودلوقتي الحقيقة السؤال الأبرز اللي بيسأله المصريين، هل ضروري نحصل على جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا، أو إزاي نتعامل مع الأمر؟ للإجابة على كافة التساؤلات معانا دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة. أهلا بيك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بالساده مشاهدي اليوم السابع. في البداية يا فندم، عايز أسأل حضرتك عن الفرق في الأعراض بين دور البرد العادي وبين الإصابة بالمتحور الجديد. طب كورونا بتحوراتها خلال الفتره السابقه من نعمه ربنا ان تحوراتها بتزيد الفيروس قدره على الانتشار، ولكن بتقلل من قدرته على احداث مضاعفات، بمعنى ان اعراضه ابتدت تقل تدريجيا، فاصبح اعراض فيروس كورونا من نعمه ربنا تماثل اعراض البرد، فبالتالي يصعب التمييز تماما ما بين اعراض كورونا واعراض البرد، لان في الوقت الحالي مع التحور الجديد معظم الاعراض اعراض جهاز تنفسي علوي، زكام، رش، استقام في الحلق، صداع، حراره. المصابين بيعرفوا الاعراض ان هي اعراض برد. دي انا شايفها سلاح ذو حدين، لان الواقع ده ممكن يكون حاجه كويسه جدا لمعظم الناس، ولكن قد يكون هذا الاصابه وقعها او استهتار بيها خطير على كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. صحيح. فبالتالي دول الفئه ممكن لو احنا قلنا ده دور برد ودور بسيط وعرب نفاجئ بكبير سن يدخل منها في مضاعفات خطيره، مريض سكر، مريض ضغط، مريض قلب. فبالتالي مع الرغم من ضعف الاصابه وان احنا مش قادرين نميزها، الا ان وقعها قد يكون خطير على كبار السن، اللي دول يجب ان يكون لهم رعايه خاصه عند ظهور اي اعراض حتى لو بسيطه، برد، رشح، زكام. دول اللي يجب الكشف الطبي عليهم لمتابعتهم جيدا، لان ده الفئه الاكثر خطوره انها تخش في مضاعفات، مش من كورونا بس، حتى مع الانفلونزا هذه الفئه قد تدخل مني في مضاعفات خطيره. اما باقي الفئات فالوضع بسيط جدا جدا جدا، الادوار بيتعافى الشخص منها تلقائيا عن طريق مناعته، ليس لها بروتوكولات خاصه، تعافي خلال 5 ايام، الاعراض بسيطه، الشخص بتزول منه الاعراض تدريجيا، ما بيحتاجش علاج خاص، خوافض الحراره والفيتامين والسوائل والراحه، بيتعافى الشخص منها تلقائيا، سواء كان برد او متحور كورونا جديد، الاعراض واحده ويصعب التفرقه. الاهتمام والحرص بيكون لفئه معينه اللي هي فئه كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. طيب قول يا دكتور، ايه امثل تصرف للمصاب من اول لحظه يبدا ياخده علشان ما تزيدش عنده الاعراض؟ طب هقول للشخص ما فيش حاجه اسمها تقول ده برد مش كورونا، ده الدور بسيط. انت عندك في البيت كبير سن، شخص مسن، لا، انت لو ظهر عليك اعراض برد او رشح او احتقان في الحلق او ارتفاع حراره هتريح وتقعد في البيت، لو انت مضطر هتنزل هيكون نزولك باجراء افتراضي اللي هي الكمامه والتباعد واجراءات النظافه لمنع نشر العدوى للاخرين اللي يكون منهم شخص كبير سن او مسن. انا هرتاح خلاص، انا كده هقعد في البيت ال3 4 ايام بتوع العزل، انا مضطر انزل وشغلي يتطلب نزولي واعراضي بسيطه، هلبس كمامه واعمل اجراءات احترازيه، اخد خفض الحراره، هشرب السوائل، لو الحراره بترتفع وما بتنزلش في كحه جديده او صعوبه تنفس هتجه للطبيب لاخذ بروتوكولات خاصه. غير كده الادويه التقليديه بنسبه 80 او 90% الشخص بيتعافى تلقائيا عن طريق جهاز المناعه. طيب قول يا دكتور، السؤال الابرز الحقيقه دلوقتي، هل احنا دلوقتي نتجه وناخد جرعه تانية من لقاحات كورونا؟ طب هو كورونا طبيا لن ينتهي كفيروس، ولكنه قد تقل حدته وبائيته وخطورته ويصبح مثل البرد والانفلونزا. صحيح. احنا على طول متعودين ناخد لقاح الانفلونزا كل سنه، مش مانع ان انا اخد جرعه كل سنه من لقاح كورونا، لان الفيروس لما بيتحور بحتاج ان انا ما يسمى بتعزيز المناعه. طب لو شخص كبير سن واصحاب امراض مزمنه وشخص مناعته ضعيفه، يفضل بعد 6 اشهر، لو عدى عليك 6 اشهر من اخر جرعه، ان انت تاخد جرعه تعزيزيه اخرى، لان الشخص كبير السن مناعته ضعيفه بيحتاج ما يعزز مناعته لمواجهه اي تحورات. فكبار السن لو عدى عليهم 6 اشهر من اخر جرعه ياخدوا، ذات الاشخاص لو انت ما خدتش لقاح يفضل تاخده، لو عدى عليك قرب السنه لازم تاخده زي الانفلونزا، ما احنا بناخده كل سنه، ايه المشكله؟ احنا خدنا قبل كده ما ناخد تاني، طب ما احنا كل سنه ناخد لقاح الانفلونزا. هذه اللقاحات تمنع العدوات الفيروسيه وتقي منها، فبالتالي اللقاحات مهمه حتى هذه المرحله وهتفضل مهمه، لان دي قللت من التحورات او قللت من خطوره التحورات. هيحصل تحور بس يكون للاضعف، وده بفضل منظومه اللقاحات. طيب لو انا دلوقتي يا دكتور عاوزه احصل على جرعه من اللقاح اعمل ايه؟ التوجه لاي مراكز وزاره الصحه ووحدات الصحيه والمستشفيات بصوره البطاقه اللي يتم
سيستم وتشوف اخر ورقه خدتها امتى ويتم اخذ اللقاح فورا بدون اي رسوم او مصاريف. دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أنا بشكر يا فندم حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى معلومات شكرا حضرتك القيمة. لك. كمان الشكر موصول لحضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة. كنت معكم أنا منى يحيى، وإلى اللقاء.